مساء الخير، مساء النور في الحلقة الثامنة من برنامج أصول تصور. غادي نتحدث اليوم عن الرحيل أحمد بن موسى. قبل ما نتحدث إليه غادي نشكر أستاذي الكبير أستاذي عبد الوهاب الطوني على دعمه المتواصل ونصحه الدائم وعلى أنه دائما إلى جانبي. مدرسة كنعتز بها وكنفتخر بأنني أحد أبنائها، اللي فعلا مهما قلت ما غاديش نردو حقه ولو يعني في مساري ككل. اولا كنشكر المبدعين، كنشكر المهتمين، كنشكر الاعلاميين، كنشكر كل من كان حسني. الفنان الراحل الملحن احمد بن موسى من مواليد 1938 بمدينه الرباط، حيث تاثر في بدايه حياته الفنيه بتقليد الاغاني الشرقيه، ثم دخل المعهد الموسيقي انذاك معهد مولاي رشيد بالرباط. هو بالإذاعة الوطنية كملحن في الأغاني العصرية المغربية، وقد كان ملحنا معتمدا للجوق الملكي في المناسبات الوطنية كعيد العرش وعيد الشباب أيام الملك الراحل حسن الثاني طيب الله تراه. أسس في بداية الستينيات مع الفنان الراحل أحمد الغرباوي والفنان عبد الواحد الطيطواني جوق الشعب الذي كان يضم آنذاك أمهر العازفين، وقد لحن العديد من المطربين كإسماعيل أحمد والفنانة بهيجة إدريس، محمد شفيق، فنانة تحفة المذكوري، والراحل معطي بن قاسم، نادية أيوب. وكانت أول أغنية غناها أحمد بن موسى أغنية السلطان محمد الخامس بعد عودة الملك الراحل المغفور له محمد الخامس من المنفى، ثم أغنية شرفت يا رمضان وغيرها من الأغاني الوطنية. ساهم بألحانه الجميلة الدينية للمطربين مغاربة كالراحلة رجاء بالمليح، مطربين من موريتانيا والجزائر. من أعماله كاميليا، يا زاهر العينين، ناشد القلوب، ناشد وحي الجلاء، هديتي، نسيت الهوى، شرفت يا رمضان، زينة البلاد، قولوا قولوا عمري ما نسيت، يا شاغل بالي. توفي يوم الخميس 28 يونيوز بالرباط سنة 2010 رحمه الله عليه. شكرا لكم وكل يعني من يدعمني، وشكرا لأستاذي الكبير أستاذي عبد الوهاب الطوني على دعمه المتواصل.